رغم يعني الموجه الغلاء اللي كاينه دابا في المغرب، ولكن تنشوفوا ان التدابير اللي تتاخذها الحكومه من حي اخر ما تشفيش الغالي بالنسبه للمواطن. انتم واش يعني تتنسجموا او تتفقوا مع هذا الراي هذا؟ لا، رغم التدابير اللي كتاخذ الحكومه بحيث انها اتخذت مجموعه من التدابير، لكن للاسف ان التدبير الاساسي اللي كنا كنطمحوا ليه حنا كشركاء اجتماعيين مثلا او شركاء مجتمعيين، ان يكون هناك واحد الدفع بالقدره الشرائيه للمواطنين من خلال الزياده مثلا في الاسعار ومن خلال الزياده في الاجور، بحيث يجب العمل على تنميه الطلب الداخلي من خلال الزيادة في الأجور أو من خلال مساعدة بطريقة غير مباشرة في الطلب الداخلي، خاصة أن غالبية الطلب الداخلي لا من الطبقة الوسطى لا من طبقة الهشة كيتوجه للمواد الوطنية. راه ممكن يدخل حتى في الاستراتيجية ديال صنيعة بالمغرب بحيث أننا نميو المنتجات الوطنية، لكن لوحد أن مجموعة من الإجراءات ما كانتش في المستوى، بحيث أن الغلاء في المغرب اللي خاد واحد المعطى بنيوي، وخاصة رغم أن الدولة كانت في البداية كتقول بأن الطلب هو أن الغلاء هو مستورد نتيجة الدواعي ديال الجائحة ديال الكورونا، ولا نتيجة الصراع الجيوستراتيجي اللي كاين في أوروبا الشرقية اللي كانت عنده تداعيات مهولة على الغلاء ديال المواد الطاقية وعلى الغلاء ديال الحبوب بصفة عامة، لكن لوحظ أن الغلاء عنده حتى أسباب داخلية بنيوية، بحيث إلا رجعنا للمنظومة ديال التوزيع كنلقاوها منظومة مهترئة في المغرب، بحيث ان الوسطاء وتعدد الوسطاء والمتدخلين افسد العمليه التجاريه بصفه عامه. الى رجعنا مثلا لاسواق الجمله والطريقه اللي كتسير بها، بحيث ان نظام الرخص هو نظام عتيق وبالي، بحيث ان الرخص اللي تقدمت للوكلاء انهم ما لعبوش داك العامل انهم يساعدوا العمليه التجاريه، وبحيث ان يتم اللعب على الاسعار، بل بالعكس ولاو هناك لوبيات تمكنات من هاد الاسواق ديال الجمله، وبحيث ارتفعت الاسعار زياده، ان بحيث ان الا كان الثمن مثلا ديال الخضر والفواكه في اكادير بثمن كيوصل للمركز باثمان اخرى، اذا هناك مجموعه من الامور اللي خصها تعاد وخصها تراجع، من ضمنها ان ضروري التفكير في اعاده المنظومه ديال التوزيع بشكل اساسي، والعمل على دعم الطلب الداخلي.